يقول السائل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول من حج حج بدل عن شخص بمبلغ مقطوع مسبقا كمصاريف تكاليف الحج، ما حكم ذلك؟ لا مانع، لا حرج، ما في حرج، لا مانع من ذلك، شريطة ألا يتكسب من وراء هذا وألا يغالي على الناس. وما بقي من ذلك، إن قال لك صاحب المال خذ هذا المال وحج بما يكفيك وارجع الباقي، لازمك أن ترجع الباقي، لازمك أن ترجع، لأنك أنت وكيل في هذه المسألة. وإن أعطاك ولم يسألك في ذلك، ما جعل عليك ربنا من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فتكسب به وتمول به ولا حرج إن شاء الله.